انفلونسر حلوين معاكم نوران امام فاشن بلوكر هاشتاج انفلونسر جزر البهاما. صراحه يا جماعه كان نفسي اعرف نفسي بتعرفه تانية بس انا على الله حكايه. النهارده هنعمل نمش باقل التكلفه 15 جنيه بالظبط بمسكره الحواجب. مسكره الحواجب دي ممكن نلاقيها في اي محل ميك اب. وصراحه يا جماعه في طريقي للحصول على الاطلاله السينمائيه الجريئه انا قلت البت نيكول صبا مش احسن مني في حاجه. نسمي الله علشان احنا داخلين على مصيبه. الاول هنجيب الماسكاره وهنجيب فرشه مدببه او ام بسبوس. هتاخدوا منها تفتوفه خالص. بصوا هنمسك حته عايزين حته بوس الواوا برده. مفيش حد ماسك علينا حاجه اهي. هيفقوها بيه مش احسن مننا في حاجه. خلصنا وعملنا كل النقط اللي احنا عايزينها. طبعا ده مش منظر انتوا هتنزلوا بيه. هتقعدوا حوالي 12 دقيقه بتستغفروا ربنا لحد ما تنشفوا. طيب نشفنا هنعمل ايه؟ هنجيب منديل وهنجيب زيت رونسون اي نوع عندكم. ده مش بتاع الاطفال عادي. وهبدا امسح شويه على اللي انا حطيته. هيخف خالص